ريم وين اليمين؟ اليمين خذها رفيجي. البس اليمين. ما اعطيت الرجال اليمين انا حالنا واحد علي هذا ويش؟ سعد خالك شاهد زين؟ بدري اصبر اصبر اتقيم عليها قيم عليها وين تلاقي نفسي يا طول لا والله شوف الثوم كيف بقشوره كيفهم كيف ما تقيم عليها قيم لا بسيط طيب اسمعي سلطان 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 اعطه تعال بيك حضرت امس مخرج خذ لي زوم عليهم تكفى يرحم والدي كريك ذاك عرفته فيصل يعني خذ لي زوم على الكارثه اللي انا اشوفها الان سعود بامس طني غيرت رايك لا يا سعود خلني عارف الا كارثه كيف شفت لها هذه الصوت يا شباب بالله عليكم كيف تشوف والله بالله عليك بعد مذوق كذا ايه يجيك الفصل الحجه بس هذه اكسبرها ايوه يا يعني تحس الفقره امس فيها روح فيها روحين من سبع ارواح اللي محليها ضيوفها ولا المقدم يا مقدم ظني ما هو بهناك لكن ضيوف اجدك تجيب العلب ويدك صح تفجرنا صح ارمي الرجال ارمي علي 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 ذي اخرتها خريب علي خريب بس 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 انا اصبر ما عينت وين؟ لازم هذا خذ ذاك يجي زحمة اسمع يا ولد الله يستر منك هذا يا اخي يا تعال ولع النار يا اخي انت شوف ولا ايش عندك انت اذا ما شاء الله ما اشتغل جينا منه ما لي دخل ما لي دخل سمع انا ناديتك ابي اتدارك الوضع انت داخلك ورشه تسمكر يا رجال خلنا نشيلها الحين شوفهم مسدود الله يصلحك